نستعرض لكم شوية أخبار وفيديوهات سريعة كانت أكثر تداول لهذا الأسبوع وحظت على تفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلوا وياها أكيد بشكل واسع جدا. نبدأها من الشاب العراقي اللي قرر أنه يتزوج خروف بعد ما صار هناك يمكن علو بأسعار المهور من قبل بعض العوائل العراقية، لكن هذا الشاب ما زال في بداية حياته وبظل البطالة والظروف المعيشية الصعبة اللي نعيشها ومتطلبات الزواج اللي أصبحت اليوم تثقل كاهل الشاب، ظهر هذا الشاب بفيديو وهو يرتدي بدلة الزواج وبصف الخروف مثل ما هو موضح أمامنا ولابس بدلة العرس، وأعلنت إنه أو أعلن هو إنه هو ما عنده فلوس إنه يتزوج لأنه المرأة بعشر ملايين، أما الخروف اللي هو وياه فهو ب250 ألف فقط. هذا الفيديو كان رسالة واضحة وانتقاد لظاهرة غلاء المهور، لذلك ظهر بهذه الطريقة. خلونا نتابع. أنا أول عراقي إنه يتزوج الطلة مالتي، والله العظيم ما عندي فلوس يسوي، يعني مرة ب 10 ملايين وب 15 مليون طلق 250 حليب، وأقدر يكبر استفاد من عنده لحم كل شيء.